بيشرب لكن مش بيسكر، بيفسر القرآن على هواه. نجيب ساويرس يثير الجدل. أنا بشرب لكن مش بسكر، وأنا حر وعارف الحرام من الحلال كويس. رجل الأعمال نجيب ساويرس يثير الجدل على منصة إكس اللي هي تويتر سابقا. ومش بس كده، ده بيفسر القرآن على مزاجه. بدأت الحكاية من كام ساعة كده لما بدأ متابع لساويرس وكتب له: إيه اللي بينك وبين ربنا يا نجيب ساويرس علشان يحبك العامة ببعدهم وقريبهم صغيرهم وكبرهم، وليك أثر في القلب عند المسلم وعند المسيحي؟ فرد رجل الأعمال المصري ساويرس على المتابع وقال له: ده محبة ومخافة الله هي الأساس. وهوب دخل متابع جديد وقال له: ما تصدقش نفسك يا هندسة، لو بتخاف ربنا مش هتشرب خمرة، ما الخمرة حرام عندكم برضو ولا ايه يا عمهم؟ وبسرعة ساويرس رد عليه بحاجة لا على البال ولا على الخاطر، وكتب له الآية 67 من سورة النحل اللي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. وقال له: عندنا المسيح صنع النبيذ في فرح قانا، فأنا أشرب لكن لا أسكر، وأنا حر والله أعلم. وانتهت تغريدة ساويرس والدنيا اتقلبت على ساويرس. ففي اللي قال على فكرة كلام صح بس كان زمان، لكن الآية خلاص نزلت، وكانت أوامر النهي زمان بتيجي بالتدريج، لكن تفسير نجيب خاطئ. الصورة اللي استشهد بيها البلح والعنب حلال قبل ما يتخمر، لكن لو اتخمر حرام قطعا، وما أسكر قليله فكثيره حرام، والخمر حرام سواء في الإسلام أو المسيحية. فلا تفسر يا نجيب على مزاجك، هتتحاسب أمام الله عن شربك للخمر سواء سكرت أو لم تسكر. واللي قال له: أي نعم كل واحد حر، لكن في نفسه وعقيدته مش في عقيدة غيره، ويقعد يحلل ويحرم فيها على كيفه لنفسه، لأن الخمر في الإسلام حرام بنص شرعا، وكون إن يستشهد بآية من القرآن ويفسرها على هواه ولنفسه ده مش منطقي. وتحول الموضوع لإثارة الجدل، لكن نجيب فص ملح وداب. لكن ظهر تعليق من حد من المتابعين بيقول له: بقولك ايه يا عم نجيب، عيش حياتك كما تحلو ليك، طالما انت ما بتأذيش حد يبقى اي حد مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. واللي قال له: يا عم نجيب، انا لحد فترة قريبة كنت فاكر انك مسلم، واحنا في مصر بنقدم للعالم كله اعظم تجربة بين الاخوات اللي بجد، والصحيح ان مفيش دين سماوي حلل الخمر، المحرمات معروفة، بس انت يا باشا براحتك اعمل اللي تحبه. انا بهزر يا زعيم العقول. وحد تالت قال: هو قال ان المسيح صنع النبيذ، للعلم المسيح حول الماء لخمر في عرس قانا الجليل، ودي كانت معجزة، والخمر هنا مش مسكر، لان المسيحية برضو حرمت شرب الخمر، وفي ايات كتير على ده. ولكن انتهت الخناقة بان رد ساويرس وقال: انا طالما مش بأسي حد يبقى اعمل اللي يبسطني.